أخبروا عنه بصيام يوم لها من الصيام الذي له فضل عظيم عند الله، صيام يوم عرفة التاسع من ذي الحجة. العشر الأول من ذي الحجة أفضل أيام الدنيا، التسعة الأول يستحب صومها وأفضلها، وآكدها صيام يوم عرفة التاسع أفضل يوم في السنة. من صام يوم عرفة فيكفر عنه سنتين، سنة ماضية وسنة مقبلة.